أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. اتفضل يا أستاذ محمود. ماشي يا أستاذ. معنا ومعاكم الدكتور إيهاب يوسف، استشاري أدوات الطبية. أهلا وسهلا بيكم وسعيد بتواجدكم معاكم النهارده. نورتنا يا دكتور إيهاب النهارده. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوق حضرتك. ربنا يخليك. نورتنا يا دكتور. أنا اللي سعيد بوجودي معاكم. دكتور إيهاب، النهارده بقى إحنا هنتكلم عن أضرار الأدوية واللي إحنا بناخدها بطريقة غلط. ابني سخن، انا اديته في دواء كويس للسخونيه، انا هقول لك عليه خديه. ابني بيكح، في دواء كويس للكحه، انا هقول لك عليه خديه. هو اولا انا يعني بحب اقسم الدنيا عباره عن مراحل، او حياه العمر هي مراحل. تمام. في عندي مرحله اللي هي يمكن مرحله لو اخدها مثلا بدايه الولاده، دي المرحله الاولانيه اللي عندي، ان في نقطه مهمه جدا عندي، هل الام مرضعه ولا لا. ولو الام نفسها مرضعه، الادويه اللي هي بتاخدها هي اوتوماتيك بتنزل للطفل طبيعي مع الرضاعه بتاعته، فلازم ان انا اكون في حاجه زي كده متاكد تماما في ان انا باخد ادويه دي مش هتضر الطفل، وديت ان انا لازم اكون مع حد اخصائي بتابع معاه الدنيا صح، سواء كان دكتور اطفال او لو كان صيدلي قادر استفيد منه في المعلومه ديت كويس. يعني طول ما الام فتره الرضاعه ما ينفعش تاخد اي ادويه من نفسها، لازم تستشير الطبيب عشان هيضر طفلها. يفضل ان كل ما تكون حاجات طبيعيه دي بتكون بالنسبه لي احسن كويس جدا، في ان انا اخد حاجه طبيعيه دي بتبقى مهمه جدا عندي يعني. لان في حاجات بتبقى بالنسبه للطفل طبعا تقيل عليه، مش محبذه ان انا اخدها في السن دوت، لان هو لغايه يمكن سن السنه ما بتبقاش عنده الانزيمز بتاعه الهضم او الكلى والكبد بنفس الكفاءه لما بيكون كبير. الاطفال في سن 6 سنين يا دكتور بتجيلهم رشح وحساسيه على الصدر وكحه، ففي ادويه بياخدوها، في ادويه الدكتور بيكتبها لهم او هم بياخدوها منه، الدكتور ما بيكتبش، هم بياخدوها منهم لنفسهم، مش هنقول الدكتور بيكتب. تمام. ديت بقى ليها اضرار عليهم. حضرتك حاليا دلوقتي منظمه الاف دي اي بره، هي هتلاقي دلوقتي ان في ادويه خاصه ادويه الانفلونزا بتقول ان هي من سن سنه لغايه سن 6 سنين ما ينفعش ان انا ادي للاطفال اي دواء انفلونزا. احنا في عندنا خطا شائع جدا يمكن ملحوظ قوي، ان احنا الناس بتخلط ما بين حاجه الحساسيه وما بين الانفلونزا نفسها. تمام. الانفلونزا عندي هي عباره عن 72 ساعه بس بيبقى فيها رشح كتير وفيها عطس كتير قوي. الحاجة التانية اللي هي الرشح نفسه بس، دي اللي هي الحساسية اللي أنا بقول عليها. في كلتا الحالتين إن أنا لازم دايماً مع الحاجتين دول، أنا لو من سن سنة لغاية سن 6 سنين فأنا هدي عندي بس أدوية الحساسية فقط لا غير. في نفس الوقت لازم أدي معها أي دواء تاني يكون فيه مادة التريبسين، دي مادة بتشيل الالتهابات، لأن للأسف الرشح أو الإنفلونزا بتعمل لي مية ورا طبلة الودن، يمكن إحنا ما بنتدركش الحتة ديت، مرور الوقت بتأثر عندي على السمع عند الطفل. والله يا دكتور؟ فدي بتبقى نقطة مهمة جدا. أنا كنت عايز أقول لك على حاجة، أنا قمت الصبح لقيت نفسي مصدع، في باخد كبسولة للصداع، في بقى كبسولات كتير يعني وأسامي كتير. تقولين ايه على الموضوع ده؟ هو الشعب المصري فيه ميزه حلوه قوي، يعني بيحب عندنا شنطه ادويه. لا لا، وبالذات البيئه الكفاءه يعني عندنا شنطه ادويه بنفضيها وناخد منها. الاسم بس برضه المسمى ده بالذات يعني سريعه. هقول لك على حاجه، احنا في عندنا في تو بارتيشن، في عندي حاجه اسمها نون ستيرويدال انتي فيلاماتوري دراجز، تمام، اللي هي بتشمل كل الادويه اللي هي المسكنه فيما عدا عندي الحاجات اللي هي الباراسيتامول. باراسيتامول سيف جدا جدا ان انا اخده، ولكن في مشكله فيه ان الاكشن بتاعه بيبقى لمده 2 3 ساعات بس، ما بيبقاش الاكشن بتاعه قوي. لكن هيجي في حاجه مثلا زي ما حضرتك البايل كوفان اللي حضرتك قلته، انا دوت يعني من ضمن سريع جدا. انا ما سريع جدا لسبب طبيعي بسيط جدا، انت كانك بتاخد 3 حبات كيتوفان في وقت واحد مع بعضهم، لان هو 150 يعمل ملي جرام. يعمل الام في المعده فعلا يا دكتور؟ الفكره حضرتك مش في انه بيعمل الام في المعده، طول ما انا واكل كويس انا ما فيش مشاكل عندي، لان مشكله ان انا استرويدال ديت ان هي بتعمل عندي زي بليدنج، بتعمل نزيف لو انا خدتها على معده فاضيه. الفكره ان ما بقاش امشي عليها لمده سنين، لان في ناس بتبقى ماشيه عليها لمده سنين، دي خطيره جدا انا اعمل حاجه زي كده. انا اسف يا دكتور قطع كلام حضرتك، انا اعرف ناس بتقوم من النوم تاخد حبايه وبعد الدور مصدعه تاخد حبايه كده، يعني ده باستمرار. هعرف حضرتك، هو اولا تعريف الصداع لغايه دلوقتي العلماء مش قادرين يوصلوا لحاجه. الصداع ده هو عباره عن ايه؟ ان هو ممكن يكون ناتج عندي من ضغط، ممكن يكون ناتج عندي من عصبيه جامده جدا، ممكن القولون العصبي حضرتك يعمل صداع، الحاله النفسيه ممكن تعمل صداع، تمام، جيوب انفيه بتعمل صداع، الضغط ممكن يكون النظر، ضغطك عالي، ما هو كل الحاجات ديت. بس طبعا هي بتتصنف، انا كدكتور بقدر احدد ده ضغط جيوب انفيه، ده ضغط نظر، الحاجات دي
كلها. فلازم بالنسبه لي لو انا هاخد ادويه صداع ان بتبقى فيها عندي حاجات معينه بقول شويه ان هي مور سيف، بتبقى امان شويه عن ان انا اخدها اكتر من ان اخد مثلا حاجات اللي هي المسكنات زي ما قلت لحضرتك كده، هي سريعه ولكن الاكشن بتاعها بكره وبعده هيضرني في حته موضوع المعده، خاصه لو انا بشرب سجاير كتير، بشرب قهوه كتير، قهوه شاي منبهه كلها. طب بالنسبه يا دكتور يعني ايه مدى خطوره الادويه بالنسبه للسن ما بين ال 13 سنه وال 20 سنه فتره المراهقه؟ ايه خطوره الادويه عليهم في السن ده؟ هاجي للحته ديت حضرتك هقسمها شويه للاولاد وللبنات. تمام، بتختلف حضرتك؟ بتختلف بالنسبه لهم لسبب بسيط قوي. الولد يمكن بيبقى اكتريا بالنسبه له هو عايز يعمل بادي بيلدينج، فبالتالي بيبتدي يتجه للجيم، بيلعب حديد وهو في الجيم هناك الكابتن لا انت لازم تاخد بروتينز عشان خاطر ان هو يكبر العضلات عندك، خد بقى دوت عشان كذا تبقى قوي. دي طبعا مشكله قاتله جدا، هو ما بيحسش بيها في وقتها. دي بتعمل ميه تحت الجلد يا دكتور؟ لا هي مش دي اللي بتعمل ميه تحت الجلد، دي بالنسبه بقى للبنت. لو هي رفيعه وعايزه تتخن باجي باخد حاجات حضرتك زي الكورتيزون. الكورتيزون هو انا همشي عليه لمده شهرين يا دكتور فمش هيأثر معايا كتير. الكورتيزون مشكلته ان انا بمشي عليه فتره بيعمل عندي حاجه اسمها اوستروبروزز اللي هي هشاشه العظام. فدي مشكله عندي بتأثر عليها بكره وبعده مع الجواز والحمل والرضاعه، بتيجي في سن ال 40 وخاصه لو البيريت عندي في الوقت ده اتقطعت بيبتدي يظهر عندها موضوع هشاشه العظام ده والالام اللي هي بتيجي في اخر الظهر. طب دكتور حضرتك دلوقتي في مرحله من مراحل العمريه للشباب زي ال 14 و 15 بيجي لهم سواء الولد او البنات حب الشباب السمنه مفرطه، حضرتك تنصحهم بايه وياخدوا ايه؟ هو قبل ما بنصحهم حضرتك ببص الاقي دي اكتر حاجه بلاحظها كتير جدا، وياخدوا ادويه كمان كده من نفسهم برضه. ان يقول لك مثلا ما انا صاحبتي بتاخده بقت كويسه قوي عليه، ما انا ايوه ما انا بتكلم في كده. احنا يعني بنتناول بقى مع بعضنا الحاجات ديت، انا رجليا بتوجعني وعظم رجلي يعني رجلي بتوجعني، ده في برشام كويس جدا او في حقن كويسه جدا. هي دي دي المشكله، فاحنا بنمشي على الكلام اللي هم بيقولوه. فدي فيها مشكله. الفكره بقى بالنسبه لي ان انا لازم انا ك ك كاب ان انا لازم ابقى عارف كويس جدا انا هدي لابني ايه او هدي البنت ايه، وان بتبقى في حاجه طبيعيه. يعني ان انا لو كل ما همشي حاجات ان انا امشي حاجه ناتشرالز دي بتبقى بالنسبه لي احسن. الوجبات لو اتخذت في مواعيدها اللي هو الفطار الغداء العشاء ده هيساعد جامد جدا. الحاله النفسيه بالنسبه حتى للسن دوت دي بتبقى عامل مهم جدا عندي. هي المراحل العمريه الحاله النفسيه فيها بتختلف يا دكتور؟ جدا طبعا كل إزاي فتره. بقى هقول لحضرتك على حاجه بسيطه جدا، الانسان مننا محتاج للاهتمام في اي مرحله من عمره، هو محتاج فيها للاهتمام. تمام، بس المشكله ان مشاكل الحياه ضغوط الحياه بتاخد حضرتك فيها، فبتبص تلاقي نفسك انت بقيتي عباره عن حاجه ميكانيكال، انت بتتحركي مش متنشنه اكتر من انك انت ميكانيكال، انت عارفه ان انت النهارده هخرج هعمل كذا كده. يومي كذا كده، في النص بتضيع حاجات تانية جنبي. يمكن موضوع كورونا انا من الناس اللي انا يعني حبيت قوي الموضوع ده لما جه سبب بسيط جدا. ليه بس يا دكتور؟ ده دكتور لا اقول لحضرتك ليه، لان قدر يعمل حاجه لذيذه. ده خد ناس كتير قوي يا دكتور، انت حبه ازاي؟ لا هي الفكره مش في كده، انا اللي انا اقصده ان هو قدر يعمل فيه ان يخلي الاسره ترجع تاني تقعد مع بعضيها، لان خلى فيها اندماج. ماشي دي حلوه بس المميزات والعيوب. لا ما هي دي المميزات والعيوب. ايوه قول المميزات والعيوب. طبعا لا دي المميزات. لا لا مش حبيته، ولكن أيوه. بقصد ان هي دي كانت الميزه، ان حسيت ان ابتدى يبقى في تقارب ما بين الاسر. دي نقطه مهمه جدا جدا، ان الشعب المصري بيفتقدها اكتر، لان هو الشعب المصري مشكلته ان هو طول اليوم شغال، فبتبص تلاقي ان هو بيبقى بالنسبه الاب بالنسبه لهم هو الواحد اللي بيجيب الفلوس بيخرج بس كده. الست المصريه بيبقى عليها عبء جامد كبير جدا، من لو بتشتغل لو عبء بيت، فبقت الحياه كلها بالنسبه لهم حاجه روتينيه. فالعامل النفسي ده حته الاهتمام ديت من الحاجات المهمه جدا جدا ان انا لازم اراعيها وخاصه في سن المراهقه. طب يا دكتور الافراط في الادويه، يعني انا معدتي تعباني اخد كبسوله، المفروض الدكتور قايل لي اخد كبسوله، الاقي معدتي يعني تعباني قوي او انا خارج بره ومش هيبقى معايا العلاج باخد حبايتين ثلاثه مع بعض. يعني يا محمود بتاخد ثلاث حبات؟ لا مش عشان انا انت خارج مده طويله. لا لا مش انا، يعني في ناس بيفرطوا في العلاج افراط جامد، هل هو دوت برضه؟ هقول لحضرتك على حاجه، فضل. الضرر بتاعي او الضرر بتاع الدواء ما بيحصلش الضرر دوت من خلال مره او اثنين او ثلاثه، ولا في خلال سنه ولا اثنين. يعني هي العمليه دي بتبقى عمليه بعد سنين. يمكن دي من نعم ربنا على الواحد ان انت عندك الكلى بتغسل الدنيا وديت وتنضفها كويس جدا. يعني وشرب الميه يا دكتور ده مهم طبعا. الميه عندي اساسي وخاصه للست المصريه مش اقل من 3 ل 4 لتر ميه.
مش هقول سوائل، ميه. ميه ميه ميه. طب يا دكتور اللي ما بيشربش ميه بالنهار وبيشربها بالليل بس، وانا من ضمنهم يعني، انا من ضمن الناس اللي ما بشربش ميه بالنهار كتير. يحبذ ان موضوع انك تشرب ميه على طول دي حاجه مهمه جدا عندنا جدا. واللي ما بيحبش شرب الميه خالص يا دكتور، ما فيش حاجه يا فندم اسمها ما تحبهاش، لسه بقولها، الست المصريه تلتين جسمها سوائل، فشرب الميه ده معاها بيفرق كتير جدا في البشره، بيفرق معاها كتير جدا في انه بيحافظ على نضاره الشكل نفسه، فدي نقطه مهمه عندي جدا. تقول ايه بقى لكل ام مصريه ابنها رايح المدرسه وداخلين على الشتاء والظروف اللي احنا بنمر بيها بتاع الكورونا ديت، عشان نتجنب الادويه والحاجات اللي احنا بناخدها، دواء الكحه والسخونيه والاسهاء والحاجات دي كلها، ايه الحاجات الطبيعيه اللي الام ممكن تقدر تديها لابنها وهو نازل المدرسه، او تتجنب بقى ايه الاعراض بتاعه الانفلونزا والبرد والحاجات دي كلها؟ هو حضرتك انا لازم عشان تجنب حاجه زي كده، انا بفضل دايما ان يتاخد حاجه زي فيتامين سي. فيتامين سي ده عباره عن حاجه اسكوربيك اسيد. الاسكوربيك اسيد دوت من الحاجات الجميله جدا جدا اللي بتزود عند المناعه. الوجبات الصحيه نفسها اللي فيها البروتينز بالنسبه لي، تمام، اللي فيها فيتامينات سي لازم ان انا اخدها، دي بالنسبه لي حاجه يمشي عليها على طول. تاني حاجه عندي حضرتك ان انا لازم ان انا قبل ما بنزله ان انا بكون مفتح الشقه عندي، على اساس ان انا بخلي درجه الحراره بره زي درجه الحراره جوه البيت، تمام، بفتحها بالتدريج، فبالتالي هو بيخش في الوقت دوت بالتدريج، ببدا اخد على المرحله بالظبط كده، لان دي يمكن معاناه بنعانيها كلنا في الصيف، ان انا مثلا بقعد في مكاني في تكييف، طلعت بره الاوضه، تمام، دخلت المطبخ، دخلت حمام، طلعت بلكونه، حر سخونه بيعمل حساسيه جامده جدا. حساسيه يعني حساسيه إيه؟ لان فرق ما بين جو التكييف بره وما بين الحراره بره، طبعا درجه الحراره هنا درجه الحراره هنا ده اللي بيعمل لي حته حساسيه جامده، اللي هي بتجي لي زي الرشحه، تجي لي زي حرقان في الزور نفسه، هي اللي بتعمل معايا الموضوع دوت. طب دكتور، في بقى ادويه المنشطات للرجال والسيدات، وبييجوا في سن معين كده يبداوا يتكاثروا على هذا الموضوع، يعملوا مبدئيا إيه؟ نتفق على حاجه معينه، يعني الست المصريه هي اخرها حاجه 30 طبعا، ما بتوصلش للاربعينات دي. لازم في نقطه تكون مهمه عندي قوي، ان انا لازم افهم المرحله العمريه اللي انا فيها، تمام، وبالتالي ان انا اعيشها صح. كل اللي انا عايز اقوله ان هي السعاده موجوده جوانا، ولكن ازاي ان انا اخرجها، دي نقطه مهمه جدا جدا وبتفيدني قوي. ازاي ان اخرجها يا دكتور؟ عشان تخرجيها حضرتك لازم ديت ان انت قول لنا يا دكتور ازاي نخرج السعاده ديت. بصي حضرتك، في نعم كتيره قوي قوي عندنا موجوده، ربنا مديها لنا الحمد لله. في حاجات احنا ممكن بنكون شايفينها قدامنا ومش حاسين بالنعمه ديت، نعمه النظر، نعمه الصحه، نعمه الستر، في حاجات دي يعني الحمد لله الواحد يحمد عليها رب كل يوم يعني. بالظبط، يمكن احنا ديت يمكن ما بنحسهاش قوي. انا في مره يعني من ضمن المرات مواقف، انا شايف مره واحد كان بيركب عربيه مرسيدس، عايز اقول لك كانت احدث موديل، يعني انا توقعت واحد هيكون ملياردير يعني. عايز اقول لحضرتك طالع في الاخر مطلعين على كرسي متحرك. دي ما ربنا يعفو عنا يا رب، ربنا يعفو عنا. لو انا قدرت ان انا ابص للدنيا انا ايه السعاده ممكن اللي جوايا، ايه الحاجه اللي تسعدني انا كشخص او كانسان، وقدرت ان انا اطلعها، ما مش هتكلم واقول ان هي في ظروف الحياه بتمنعني، لا، لازم يكون لي وقت معين لازم اعيش فيه الوقت ده، تمام، ولازم ان انا اهتم قوي بان انا تبقى الوقت ده وقت مخصص ليا كشخص كانسان. ولو حد ما سمعش الكلام يعني بقى هتلاقي ناس تقول لك لا انا عاوز اخد منشطات وكده، يعني تداولها ازاي، يعني ياخدها ازاي لو خد؟ بتختلف حضرتك بقى بالنسبه للمنشطات دي، لازم ان انا اكون عارف ان انا في مثلا بالنسبه للستات ان انا في وقت معين لازم بحتاج فيه مثلا نسبه الكالسيوم عندي تكون مظبوطه مع فيتامين د، فبالتالي لازم ان انا بعد سن ال 40 لازم ان انا ابتدي اراعي حته ان انا لازم اخد كالسيوم كل يوم. فيتامين الحديد مهم جدا برضو ليها، لان برضو نتيجه العوامل والولاده والكلام ده كله دايما اغلب الستات بتعاني شويه من حته ان هي في انيميا السمنه شويه او كده. الانيميا هي بتبتدي تخش في المرحله ديت، ودي بتبقى من اكثر الحاجات اللي بتاثر عليها نفسيا جدا جدا يعني. عايز اقول بالنسبه لموضوع السمنه دوت، لو انا ما عنديش الاراده من جوه ان انا اخس، تتغلب عن الموضوع، مهما خدت من ادويه مهما عمل، لا، هي اراده. لو انا قدرت اطلع الاراده اللي جوايا دي والقوه اللي جوايا في ان انا فعلا اخس، لان دي حفاظا عليا من بكره بعد من خشونه، حفاظا عليا من حته ان انا يحصل عندي كوليسترول، يتكون جلطات، الحاجات دي كلها، كل دوت انا بطول فيه في عمري، يعني دي حاجات كلها عمل بتساعد ان انا عمري. استاذن حضرتك فاصل ونرجع تاني تحت امرك. فاصل ان شاء الله.
رجعنا بعد الفاصل وهنسأل دكتور إيهاب سؤال مهم جدا. دكتور، السن بتاع الستات اللي بيحصل لهم في اكتئاب، أني سن معين بيحصل لهم في اكتئاب؟ الـ30 ولا الـ40؟ مش هنقول الـ50 ولا الـ50 يعني. ولا الـ50 يا دكتور؟ على حضرتك رد بسيط جدا، وعلى حسب الزوج. ها؟ على حسب الزوج. على حسب الزوج هو اللي هيجيب الاكتئاب صح؟ الزوج اللي هيجيب الاكتئاب ولا لا طبعا. يا دكتور ما توقعناش المشاكل يا دكتور، ما فيش زوج بيجيب اكتئاب يا دكتور. اكيد طبعا. ما فيش ولا زوج بيجيب اكتئاب. في زوج بيجيب اكتئاب؟ لا خالص. احنا اللي بنجيب الاكتئاب يا دكتور. لا، هو لو انا هتكلم عن الاكتئاب، هو حته الاكتئاب بالنسبه للست لو انا هتكلم عليها بيجي في وقت معين، اللي هو بعد الفتره اللي هي بيبقى فيها انقطاع البريود. في المرحله دي بيبتدي يحصل لها حاجات معينه عندي، زي الفلاشنج، ان يحصل لها زي وشها يبتدي يحمر جامد، ممكن تبقى في عز الجو نفسه سخن، سوري ساقع، تحس ان هي بتقول لك انا بردان او سخنه جامد قوي، حاسس ان انا ده بالنسبه لها، لان في الحته دي بيبقى بيبتدي في عندي الهرمونات بتبتدي الاستروجين والبروجستيرون بيبتدوا عندي يقلوا، فبالتالي بيأثر معاها جدا في الموضوع ده. في أدوية بقى بتاخدها الفترة ديت عشان تعوض، في حاجات بتبقى تعويض هرموني بيتمشي عليها 3 شهور اللي هي نقص من عندها، بيبقى في أدوية موجودة فعلا، بتبقى في حاجات ناتشرالز عندي. بس مش تاخد أي حد أي حاجة يقول لها عليها؟ لا، هي دي المفروض طبعا، إن هي يكون يا إما بتسأل صيدلي هي واثقة فيه جدا، أو إن هي بتتابع مع فيزيشن هو اللي بيقول لها تاخد إيه أو ما تاخدش إيه. في تحاليل معينة لازم تعملها عشان تاخد الدواء اللي هي عايزاه؟ المفروض حضرتك إن إحنا كل 6 شهور ده المفروض إن بيبقى لازم في متابعة، ان انا لازم كل 6 شهور بعمل تشيك كامل عندي على حاله الجسم ككل. بالظبط. بس ده المفروض عندي انا بعمل كده. دكتور حضرتك ده كنا بنتكلم من شويه قبل الفاصل، بالنسبه للرجال اللي وصلوا سن مثلا 40 50 بالنسبه للمنشطات، وده مهم جدا، لان في ناس برضو بتفرط فيه بطريقه مش حلوه. يعني هم ياخدوا ايه او ما ياخدوش ايه؟ يعني ياخدوا لسن معين؟ هو هقول لحضرتك على حاجه بالنسبه لده يا استاذ محمود، بالنسبه للوقت دوت انا في عندي يعتبر في عندي حاجتين مهمين قوي، في عندي حاجه اسمها سلندافيل وفي عندي حاجه اسمها تيتلافيديل، دي حاجه ودي حاجه. التيتلافيديل اكتر بتبقى عندي مور سيف في ان انا اخدها لما يكون عندي الراجل دوت ما عندوش سكر او ما عندوش مثلا ضغط، لان هي ماده السلندافيل هي عموما بتشتغل عندي ما بين 6 ل 8 ساعات بس، كل فكرتها انها بترفع عندي شويه من الضغط، لان هي بتعمل زي عمليه حاجه اسمها بيرفر بلاد سيركوليشنز، ان هي بتزود ضخ الدم في الاطراف. تمام. فده بيأثر عندي شويه في موضوع الضغط. التيتلافيديل دي بتنزل كحاجه 20 مللي جرام او 5 مللي جرام، ممكن حاجه تتاخد ديلي يوميا مفيش منها اي ضرر، اللي هي ال 5 مللي جرام مش ال 20. ال 20 دي ميزتها ان هي لو عندي حد بيعاني من مشاكل في القلب او عنده امراض في القلب، فدي بتتاخد معايا لان هي بتشتغل معايا 36 ساعه. فبتكون مور سيف اكتر من ان انا اخدها عن ان انا اخد اللي هي ماده السلندافيل نفسها. تمام. ثقه الصيدلي يا دكتور، يعني انا دلوقتي ممكن اكون ماشي وتعبت، لو دخلت على الصيدلي اثق فيه؟ في مشكله حضرتك دلوقتي يمكن انا بشوفها جامد قوي، مشكله ان 3/4 الصيدليات دلوقتي اللي موجود فيها هو اسيستنت. انت حضرتك بتخش للأسف. على الصيدليه انت بتخش بتقول له يا دكتور، بس هو انت حضرتك مش عارف اذا كان هو صيدلي او اسيستنت او لا. دي نقطه ومشكله مهمه جدا. بيتقال عليه دكتور. الحاجه الثانيه برضو بقت، يعني انا بلاحظ اكتر ان بقت العمليه التجاريه اكتر من ان انا مثلا انا شايف اللي قدامي دوت مثلا هيدفع، لا ده انت لازم تاخد كذا وتعمل كذا وكده. لكن هي العمليه الثقه دي بتيجي حضرتك مع التعامل معاه مره واثنين وثلاثه. لو انا بحس ان الصيدلي اللي قدامي دوت شاطر وان هو فعلا بيديني الحاجه ديت مفيده ليا، مش محتاجه ان انت تروح للدكتور، هو بيدي لك الحاجات اللي هو عارف. في حاجات لازم الجا فيها للدكتور لازم، يعني لازم. في حاجات زي السكر، الضغط، انا كصيدلي ما احبش ابدا ان انا اتعداها، لان طبعا الدكتور مهما كانت دراستي انا الفيزيشن نفسه بيبقى ليه هو متابع الدنيا ديت، لكن غير كل الدكاتره تتعامل ادي فيها. هي الفكره ان انا المفروض ان يتعامل عندي حياه حد للخطر من غير ما هم يحسوا. وللاسف يا نجلاء بجد بجد، يعني انا بشوف ناس مش صيادله مش صيادله، انا عارف ان هو مش صيدلي وبيشرح اكنه دكتور، وللاسف برضو الناس بتتجاوب معاه وتقول له حاضر وتاخد. في نقطه ثانيه يا استاذ محمود، انا المفروض ان انا كل سنتين عشان اجدد رخصتي كاني بجدد رخصه العربيه لازم ان انا يتعمل امتحان، ده المفروض عشان اجدد اللايسنس بتاعتي، ان اجدد معلوماتي ان انا اذاكر كمفروض كدكتور صيدلي، لان ده بره ده سيستم الدنيا ماشيه عليه كده. الصيدلي بيتعامل معاك بايه؟ يعني انا مثلا ما اقدر وشتت ادويه ورايح اجيبها ما عندهوش الدواء اللي انا عايزاه، يقول لك ايه الدواء ده
ناقص، ما تدوريش عليه، مش هتلاقيه، خدي البديل. انا بقول لك ما تتعبيش نفسك. بص يعني ما فيش، يعني ما فيش الواجب المهني بتاعه الصح اللي هو يتعامل بيه. هقول لحضرتك على حاجه يا استاذ نجلاء في الحته ديت، هو ما فيش دواء اسمه بديل. هي الكلمه ديت احنا اللي زرعناها في ذهن العيان نفسه او في ذهن البيشنت نفسه. مفيش دواء اسمه بديل. بمعنى يعني اول كلمه بتتقال لي انا عندي البديل. انا عندي البديل. ما انا هقول لحضرتك مثال بسيط جدا حضرتك. فكره البديل اللي هو ايه؟ لما باجي بدي حضرتك مثلا سي، جيت حضرتك قلت لي انا عايز مثلا ابيمول كمثال، باراسيتامول. لو انا اعطيت حضرتك سيتال، لو اعطيت حضرتك بنادول، لو اعطيت لحضرتك ادول، لو حضرتك نلفادول، نفس العيله كل دول باراسيتامول. اذا انا ما بديش بديل. نفس الماده الفعاله هي 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 بالظبط، بنفس الكونسنتريشن، بنفس التركيز بتاعها. تمام. الحاجه الثانيه، امتى بقول لحضرتك بديل؟ لما تيجي مثلا تقول انا عايز ابيمول اديك بروفين، ده بديل، لان ده كيتوبروفين، ده باراسيتامول، ده حاجه وده حاجه تانية، برغم ان الاثنين هيدوا نفس الاكشن. بل بالعكس البروفين هيكون اسرع. لكن انا بفضل دايما ان لو هدي الباراسيتامول بفضله ان هو مور سيف. ولكن زي ما بقول لحضرتك في حاجات ما ينفعش فيها ان انا اخد باراسيتامول. يعني في حاجات زي مثلا الظهر، الحاجات العظم، الحاجات دي كلها لا، ليها حاجات تانية بتبقى احسن، ليها مواد فعاله تانية بيبقى مفعولها كويس وفي نفس الوقت سيف عندي ما بتأثرش على المعده. اعرف ازاي ان هو الدكتور ما بيش بيديني حاجه غير العلاج بتاعي؟ هو اقول لحضرتك حاجه بسيطه جدا، هو حته ان انت تعرف من موضوع البديل او لا ديت، حضرتك كل اللي بيعمله ان البيشنت بياخد روشته، ممكن هو واقف قدام الصيدلي بيقرا الاصناف، شاف ده وهو دوت يبقى اوكي. لو حضرتك ما تعرفش بياخد الدواء عادي وبياخده على هذا الاساس ان هو بياخده ان هو دوت خلاص كده اهوت، وان الدكتور عطاله الدواء صح. من الصيدلي انا اسف يعني. لا صح أكيد. بس هقول لحضرتك على حاجه، دي بتبقى راجعه لضميره بقى هو. يعني زي ما بقول لحضرتك انا ممكن ان انا اطلع الدواء مظبوط او كل حاجه، بس بشرط ان ما يبقى نفس الماده الفعاله بنفس التركيز. بنفس الماده الفعاله والتركيز. ان ديت دي هتبقى نتيجتها مضمونه وفي نفس الوقت انا ما بضرش فيها البيشنت نفسه. تمام. دكتور عايزين نشوف دواء تخسيس يكون كويس، يعني 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 معين وكويس وملهوش اضرار. ما نقدرش نقول حاجه زي كده خالص لسبب بسيط جدا. ليه بقى؟ كل سيده حضرتك بيختلف جسمها عن السيده الثانيه. نسبه الدهون اللي فيها قد ايه؟ كمان دواء التخسيس يا دكتور مهم عندي جدا، ان بيختلف انا بيختلف من واحده لواحده. حضرتك الست عموما بتتخن لسببين، او بتتخن من نتيجه حاجتين، يا كربوهيدراتس عندي موجوده زياده قوي، او الدهون موجوده بنسبه كبيره قوي. الغده يا دكتور، الغده بتبقى مش دايما كتير قوي، لو هي اكتف عندي لو شغاله ممكن تعمل الموضوع ده، بس دي بتبقى في حالات مش كتيره. يعني انا لما اجي اروح لدكتور تخسيس لازم اعمل تحاليل معينه وحاجات عشان الدكتور يشوف. هو حاليا دلوقتي عندهم اجهزه نفسها بيقول لك نسبه الدهون عندي كذا. يس نسبه الدهون بالظبط كده، ونسبه الكربوهيدرات عندي كذا. ازاي ان انا احرقهم؟ انا نيابه عن نفسي في حرق الدهون بميل جدا جدا لحته الرياضه. احسن حاجه عندي طبيعيه وفي نفس الوقت بيجيب نتيجه حلوه جدا لو نسبه الدهون عندي عاليه قوي. بس المهم عندي جدا ان انا دايما نزولي كل شهر ما بين 3 ل 8 كيلو، مش عايز اكتر من كده عشان ما يحصلش عندي خلل. طب والناس اللي بتعلن عن الادويه بتاعه التخسيس في التلفزيون؟ معانا اقل من ثواني. طيب وانا اسف وبشكر حضرتك يا دكتور انا يوسف. سعيد جدا بوجودي معاكم وشرف ليا ان انا كنت بقابلكم النهارده، وان شاء الله يبقى لنا لقاء تاني يا دكتور. حاجه تسعدني جدا في اي وقت تحت امركم. ربنا يخليك يا دكتور، شرفنا بحضرتك. ميرسي يا فندم، ربنا يخليك. ميرسي اول ذوق حضرتك. بشكرك يا نجلاء. بشكرك يا محمود، سهرناكم يا جماعه معلش. أشكركم على حسن المتابعة ودمتم في رعاية الله. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.